شيخ صالح، إذا قلنا هذا الأمر بدعة وهذا الأمر غير بدعة، ما الفرق بين الأمرين؟ وما الحكم في إذا ما عمل المرء بعمل أو عمل عملا وهو يسمع أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. السنة ما كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره، يعني ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. فما وافق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وافق ما في الكتاب والسنة، فهذا سنة مشروع، إما واجب وإما مستحب. وأما ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مما يتقرب به بعض الناس إلى الله فهذا بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة إذن ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يفعله الإنسان يزعم أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بهديه، ونهانا أن نحدث من عند أنفسنا أو أن نقلد غيرنا في أمور لم يشرعها الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الذكر الجماعي بعد الصلوات والفروضات، فإن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا أقر أحد عليه، فهو محدث وبدعة وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. إذا سمعت أن هذا العمل بدعة فماذا يجب عليك؟ يجب عليك البيان، تبين أن هذا بدعة وأنه لا يجوز، تنصح لمن وجدته يفعله بأن يتركه، لأن هذا يبعد عن الله سبحانه وتعالى وفيه إثم، وأيضا هذا يجر الآخرين إلى تقليد المبتدعة، وتنتشر البدع بهذا وتترك السنن، ويتسلط شياطين الإنس والجن على تغيير دين الله سبحانه وتعالى مثل هذه البدع والمحدثات. لا سيما وكثير من النفوس تميل إلى البدع وتنفر من السنن، لأن الشيطان يرغب في البدع وينفر من السنن. فالواجب ترك البدع والإنكار على من فعلها، محاربة البدع وإحياء السنن، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.